دونك نحط نسجل في الباز دوني شكون هم الناس اللي يخدموا في الشركه. دونك كل امبلوي باش نسجل النام تاعو باش نسجل الديبارتمون اللي يخدم فيها. والباز دوني هذي دونك باش نحطها على الويب وباش من بعد من التليفون نتاعي على الويندوز فون باش نجم نكونكتي على الباز دوني هذي ونجيب عندي ليست نتاع لي زومبلوي ناخذها من الباز دوني نفتشها على التليفون. وكيف كيف من التليفون نحط نجم ندخل نبدل اي امبلوي والا نزيد امبلوي جديد والا نبدل الديبارتمون اللي هو يخدم فيها والا نفس الامبلوي. دونك ايش باش نحاول نعمل؟ دونك لابليكاسيون دونك فيها دو بارتي. دونك البارتي نتاع لي ويب سيرفيس كيف كيف لي بوست اللي باش تكومينيكي مع الباز دوني. البارتي الاخرى نتاع ويندوز فون. دونك باش نعمل دو بروجي واحد فيه لي ويب سيرفيس وواحد بروجي فيه الكليون ويندوز فون. خلينا نبداو بالبروجي الاول اللي باش تحط فيه لي ويب سيرفيس وباش نصنع فيه الباز دوني. دونك البروجي هذا باش نعمل نيو بروجي في فيجوال ستوديو. دونك باش نختار لهنا ويب. في الويب نختار ASP.NET Web Application. دونك ASP.NET دونك هي التكنولوجي تاع مايكروسوفت اللي نجم نعمل بها لي سيت ويب ولي ويب سيرفيس. دونك لهنا التمبليت اللي باش نختارها ويب اي بي هي التمبليت اللي نجم نعمل بها لي ويب سيرفيس. فما الام في سي والويب فورمز دونك هذوما نعمل بهم لي سيت ويب. دونك انا باش نختار ويب سيرفيس. دونك لهنا تو باش يجينيري لي بروجي ASP.NET ويب اي بي. Donc, le projet structure le tableau puis le faire dans le fichier pour je trouve que mon père le choix est ça. ASP.NET. ما نعرفش بلي كل نتاعك تقراه ولا سي شارب ولا تعلمته واحد بلي كل نتاعك باهي. فوالا دونك الستركتير نتاع البروجي اللي صنعها لي تو. دونك هذا بروجي يصنع فيزيال ستوديو تمبليت حاضرة. تمبليت الحاضرة هذيا شنو فيها؟ دونك خلينا ريبيدمون نكزيكيت الابليكاسيون هذي تم ابليكاسيون ويب. دونك ما بدلت حتى شيء في الكود جيست جو في ليكزيكيتي كيف ما هي التمبليت. لازم تخدم السيرفر ياسر هنا. فيزيال ستوديو وحده هو يخدم. فوالا انا تو ما حد شيء شوف لهنا ياس تلانسا وحده. ياس معناها الفونكسيوناليتي هيك تكتيف وحده. فوالا فيزيال ستوديو نجم يخدم وحده اوتوماتيك. فوالا دونك هذه الهوم بيج نتاع الابليكاسيون اللي عندي. توا دونك الابليكاسيون هذه فيها فما حتى باز دوني فيها. توا باش نجي نصنع الباز دوني. باهي احنا ما قلنا باز دوني نحط نعمل فيها تابل نحط فيها لي زون بلوي نتاعي. دونك قبل ما نصنع التابل باش نصنع لون بلوي لون دي زون بلوي. كيف باش نعمل؟ دونك لون بلوي نتاعي نستعمل موديل دونك نزيدو في التسجيل. قلنا دونك نحط الاسم ولا ديبارتمون. دونك هذا اللي سميناها الفول نيم. والبروبريتي الثانية الديبارتمون. باهي مي هذه باقية نفس الحاجة. توا هذه الامبلوي هذا دونك باش يسجل في باس دوني في باس دوني في تابل امبلوي. تابل امبلوي باش يكون فيها فولون
للديبارتمون فيها كولون للكولوني بنفس الكولون اللي هي ليدونتيفيون فوالا دونك سي دي سي لان هو سي ليدونتيفيون لايدي دونك دابا صنعنا الموديل هذا باش نبدلو من بعد في تابل دونك دابا باش نزيد دونك بويسك التابل هذه موجوده في الباز دو دوني باش تكومينيكي مع التليفون لازم تكومينيكي اترافير لي ويب سيرفيس لي ويب سيرفيس دونك ما بينات التابل وما بينات التليفون دونك دابا لازم نجي نصنع لي ويب سيرفيس دونك باش نصنع لي ويب سيرفيس دونك نزيد في الدوسي كنترولر اد كنترولر الكنترولر هو اللي يعطيني لا مارش نصنع لي ويب سيرفيس نزيد هنا نختار ويب اي دي ويب انتيتي فريم ورك فاتشني ده شنو هذا التاو ده في الجسي كنترولر اد اد كنترولر كنترولر اد كنترولر مثلا هنا ويب اد يجر كنترولر ويب اشنز يوزنج انتيتي فريم ورك نعم سي بون نعم نريد نصور الموديل كلاس نعطيه الموديل يعني نحط نعطيه للباس اللي هو اندرويد داتا كونتكست كلاس نصنع داتا كونتكست جديده ارت واللي ويب سيرفيس اللي نمشي نسميها الاندرويد كنترولر خليه اوكي ارت دونك شوف هنا شنو باش يعمل في الدوسي كنترولر جينيري واحد ولا فوالا دونك هذا الناس عملت لهم جينيري كلاس جديده كلاس دي اسمها امبلويز كنترولر الامبلويز كنترولر اللي هي فلوس اللي هو سيرفيس اللي هو سيرفيس اللي يخليني نجم نعمل لاجو ستيبيسيون والابديت نتاع لي زومبلوي باهي فين نجم نعمل باغ اكزومبل باش ناخذ ليست كلها نتاع لي زومبلوي باش نقراهم من الباس دوني دونك هاك لهنا جينيري سيرفيس اسمه جيت امبلويز دونك كيفاش يخدم الجيت امبلويز هذا دونك الجيت امبلويز شنو هو باش يرجع لي اي كويريبل اوف امبلوي اش معنى معناتها باش يرجع لي ليست نتاع لي زومبلوي نمشي نجيب الليست هذي فوالا دونك باش يكسيدي لهنا دي بي الدي بي هو كوم سي الكلاس اللي تبونتي على الباز دو دوني دونك الليست باش يجيبها من شوف من الباز دو دوني عندي دي بي بوان employee db.employees donc là je suis pointé à la base de données je vais prendre plusieurs tables donc je vais faire une table de contexte de donc les deux tables employee je vais faire le data qui prend tout le monde employee donc je vais faire les employees tous les mots que j'ai fait dans la table دونك هذه بالنسبة كيفاش ياخذ كيفاش يقرا الطالب توا سيبوزي يحب يبدل امبلوي في الطالب عندك امبلوي ديجا موجود تحب تبدل باغ اكزومبل الديبارتمون تاعو دونك كيفاش تعمل دونك تستعمل ميثود اسمها بوت بوت امبلوي البوت امبلوي دونك تعطيه الامبلوي باللي لي بروبريتي جدد باسم الديبارتمون جديد وتعطيه الاي دي نتاع الامبلوي تحب تبدلو دونك والسويفون سانتاكس هذايا دونك نجم بدل البروبريتي نتاع الامبلوي سويفون الامبلوي اللي عديت لهم بارامتر دونك هذايا توا كيفاش نقرا لي دوني كيفاش نبدل لي دوني توا كيفاش نجم نزيد امبلوي جديد في الكتاب دونك كيفاش باش نزيد امبلوي دونك نستعمل فما ميثود اسمها بوست امبلوي بوست امبلوي دونك تاخو من بارامتر الامبلوي اللي انا نحب نزيده في التابل الامبلوي هذايا دا باش تمشي تاكسيدي للدي بي اللي قلت بوانتي على الباس دوني بعد يزيد بوانتي على التاب الامبلوي بعد يزيد يمشي دا باش ينفوكي ميثود اد كور اجوتي ان نوفو امبلوي توا الديليت كيفاش باش ينجم يفصل امبلوي من الباس دوني دونك لهنا فما ميثود اسمها ديليت امبلوي ديليت امبلوي هذا مش تفصل
اللون بروفايل اسمه يبون لاي دي بتاعه انا نعطيه لاي دي بتاع لون بروفايل نحب نفسه. هو هذا شنو يمشي يعمل؟ مش يمشي يلوج على لون بروفايل هذاك باللاي دي ريكوبيري وبعد يمشي يحسبه. دونك لهنا الا ريكوبيري لون بروفايل ولهنا باش يمشي يحسب لون بروفايل هذاك. هنا في الكوار هنا باش يمشي يبوانتي على الباز دو دوني على التابل لون بروفايل ويحصل منها لون بروفايل اللي عنده لاي دي اللي عادتها مباراة ميت. بيك باش تعطي لي معناها البز دوني معناها لاكسي عليها. لاكسي عليها سهل برشا دونك اترافير الفاريبل هذي دي بي اللي هو جينيريها اوتوماتيكمون. لا معناها كيفاش تقول له على الشيما نتاعها وموجودة؟ اه كيفاش يعرف الباز دوني؟ الشيما وين نتاعها بالضبط؟ الشيما نتاع الباز دوني، باهي كان نعرف لهنا الشيما موجودة الباز دوني هذي. معناها بعد ما تكريتيها في. فوالا، باهي فما حاجتين، سوا كيفاش باش نعرف أنا الباز دوني موجودة؟ دونك الباز دوني فما هذيك الكونكشن سترينج، شين دو كونكسيون. اللي نعرف بها الامبلاسمون نتاعها. وين فيها الشين دو كونكسيون هذيا؟ دونك عندي لهنا في الفيشير وير بوان كونفي دونك نجي نلوج لهنا ابليكيشن 3 كونتكست هاي دونك الابليكيشن 3 كونتكست دونك ابليكيشن 3 كونتكست فوالا كونكشن سترينج ايجال داتا سورس النود اللي هنا حتى نخدم اندروكال دوك جي بي لهنا دونك الشيمان تاع الباز من موجوده الابليكيشن ويب ابليكيشن كونتكست فوالا الاكستنسيون تاعها بوا ام دي اف الاكستنسيون تاع الاس تي اس اس كي بدا عندك ابرجمون معناها فري ابرجمون على الويب جست بدل الشيمان كونكسيون هذا سيفون لي ابرجمون توا نحب تسلي الباز دي دوني هذيا دونك نحب نخدم الويب سيرفيس انا توا دونك صنعت الويب سيرفيس اللي باش كومينيكي مع الباز دي دوني توا نحب نصنع الكليون الموبيل كليون موبيل اللي هو باش كونيكتي على الويب سيرفيس دونك باش نزيد لهنا دونك لهنا باش نخدم بالويندوز فان دونك واحد من لي كليون ينجم يكون كليون موبيل على الويندوز فان دونك باش نزيد لهنا ان بروجي ويندوز فان مي قبل ما نزيد ان بروجي دونك لي بروجي اللي موجودين لهنا على لي بروجي ويندوز فان لهنا دونك سواء عندك تمبليت البيت ولا عندك تمبليت تعطيها انت لي دوني دونك باغ كونتر فما تمبليت اخرى اسهل برشا من هذوما فيها كود حاضر يكونكتيلك للي ويب سيرفيس دونك كيفاش نجم نلقاها كومبليت هذايا دونك نجي لهنا للتولز في الفيزيوال ستوديو اكستنشنز اند ابديتس التولز التولز نجي نختار اكستنشنز اند ابديتس ولهنا سيليكسيوني دونك لهنا اونلاين دونك باش نجم نشوف انا ميوزيك اكستنسيون ولا لي بلاجين اللي نجم ننتجريهم في الفيزيوال ستوديو دونك لي بلاجين هذوما دونك جي نكتب لهنا البلاجين اللي نلوج عليه اسمه ويندوز فون باش نعطي فيهم ويندوز فون اتش تي بي يا فون باش كونكتي على فاترو انا عندي هنا انستاليت دونك جست نوريكم دونك هذه هي الاكستنسيون انا عندي هنا ديجا انستاليت فوالا دونك الاكستنسيون هذه جست انستاليها على الفيزيو ستوديو هاي ويندوز فون اتش تي بي كليون فوالا باهي اون فوا الاكستنسيون هذه انستاليتها على الفيزيو ستوديو توا كيف نجي نعمل نيو اد نيو بروجيكت دونك نختار ستور نختار ويندوز فون فوالا دونك هنا توا
أبار اللي فهم اللي تومبليت الستاندارد اللي قام في ديزاين ستوديو. دونك تاو بعد ما انستاليت البلاجين اللي زدتها. دونك شوف لنا شنو فهم اللي تومبليت أخرين زيدين. اللي هي واحدة منهم وندرسونها شتيتيك ليوم. دونك تومبليت حاضرة كيف من اللي تومبليت شفناها تاو في الاسبي الاثنين في الويندوز فون. فيها كود حاضر. الكود هذا شنو يعمل؟ دونك اللي بيرميه باش كونكتي للويب سيرفيس. وباش نبوك اللي ميثود اللي نتاع الاديسيون والسيبريسيون. وكيفاش نقرا لي دوني اللي موجودين على الويب سيرفيس هذه نسمع تاو البروجي هذا ونشوف شنو هو الكود اللي في وسطها كيفاش شنو هو الكود اللي يخلينا نكونكت للويب سيرفيس نسمع البروجي هذا اوكي دونك فوالا هنا زادني ان بروجي ويندوز فورم 8.1 والبروجي هذا دونك فما في وسطو essentiellement comme trois dossiers. Plutôt des dossiers importants. Les hommes, le modèle. Un mode l'application TI, il s'appelle le téléphone. On va prendre la liste des employés. Donc l'unité اللي عندي un employé, لازم يكون عندي في التليفون ثاني يعرف شو معناتها un employé. Donc على هيك الدوسي هذا يوسطو كلاس اسمها employé. كلاس employé هذه اللي كان نحل نشوف استخدام كما لي تروا اتريبي اللي عملتهم في البروجي تاع الويب اللي هما الاي دي والفول نيم والديبارتمون وعندي دوسي اخر السيرفيسز دونك السيرفيسز هذايا اهم كلاس عندي في البروجي هذايا السيرفيسز هذايا هي اللي باش تكونكتي على الباز دو دوني اللي باش تكونكتي على الويب سيرفيس بليتو انا من التليفون بتاعي ما لازمني نعمل لي كات اوبيراسيون تاع اللي عملهم الويب سيرفيس اللي هما اني نقرا من الباس اني نعمل سيبريسيون والاديسيون والموديفيكاسيون لي كات اوبيراسيون هذوما سون امبليمونتي لهنا حاضرين دونك فما اوبيراسيون الاولى كيفاش نقرا كيفاش نجيب لي دوني من باز دو دوني على التليفون بتاعي دونك فما الأوبيراسيون هذي get employees get employees دان فوالا دان الكود نتاعها شنو باش تعمل جست فسرها شوية دونك باش تستعمل كلاس اسمها HTTP client HTTP client هذي شنو باش تعمل دونك هي اللي باش تنجم تكونكتي لي على الويب سيرفيس وتنبوكي الميثود اللي انا حاجتي بها دونك هنا انا هي الميثود اللي باش تنبوكيها دونك عندي مش واضحة برشا الكتيبة اوكي احسن شوية دونك لهنا الكلاس تاع جي تي بي كليون دونك هي الكلاس اللي باش تعمل لي لانفوكاسيون تاع لو سيرفيس دونك جي تي بي كليون اللي كان نشوف شنو هما لي ميثود اللي في وسطها ندير الحوت عليك دونك لهنا الميثود اللي باش يستعملها الجيت دونك اون فوا هو استعمل الجيت جيت سترينج هذايا دونك باش يمشي هو الدي ار ال دونك هنا فما حاجتين فما الجيت وفما الاي ار ال شنو اللي في الاثنين تاع كل وحده دونك الاي ار ال علاش لهنا نفهم به علاش نسحقوا الاي ار ال عادي الشمال تاع الباز دوني عادي في السيرفيس فوالا لي ريت نتاع السيرفيس حتى الويب سيرفيس لو كان باش نفرجيها من بعد في الويب دونك باش يكون عنده لي ريت لي ريت هذاك هو كيما الانترنت باش نوصل الويب سيرفيس هذاك دونك البيز لي ريت هنا يسحقوا هذا لي ريت اللي عندي لهنا دونك باش كان نخدم لهنا اون لوكال دونك لوكال هوست دي بوا نيميرو 4 ولهنا الشمع تاع الويب سيرفيس نتاع فلوس لي ريت الحاجة الثانية اللي هي الجيت دونك احنا ما قلنا هاش تي بي كليون هذيا دونك هي البلاس اللي باش تنجم تكونكتي على الويب سيرفيس باش تكونكتي على الويب سيرفيس الويب سيرفيس نتاعي عندي كات ميثود لاديسيون والسيبريسيون والموديفيكاسيون دونك كيفاش باش تعرف هي لي ميثود هذوما دونك اترافير الميثود اللي نستعملها هنا اذا كان نحب نقرا اليدني اللي موجودين على الويب سيرفيس باش يدير لوبيراسيون هذي دونك باش نستعمل ميثود اسمها get get string هنا فوالا والميثود هذي دونك باش ترجع لي
ريبونس تفتح الجيسون بعد مش نقرا الجيسون هذا مش نرجعه ورا وبجي دوني دونك توا باش نعمل الاديسيون باش نزيد ان نوفو امبلوي من التليفون نتاعي باش نطلعو على الباز دوني دونك باش نخدم مرة أخرى بال HTTP كليون HTTP كليون دونك باش تسحق مرة أخرى بيان سير اليورال وزادا باش تسحق الامبلوي اللي أنا نحب نزيدو دونك الامبلوي باش نطلعو من التليفون للويب سيرفيس دونك السنتاكس نتاعها دونك فوالا كود كود حالا ما تبقوش معناتها توجد سير الانترنت كيفاش كيفاش باش نعملها مي اسونسيالمون شنو يعمل الكود هذايا دونك بويسك الويب سيرفيس ديما اللي كان انا باش نطلع ننقل وهي للويب سيرفيس الويب سيرفيس هذاك ما يقرا كان لازم تجي جيسون معرفش عندكم عليهم فكره ولا مي شفت لهنا الننقل وهي هذا دونك نكتب كي اس كوم سي ان او جي دوت نت نسميه كيف باش نطلعوا بعد على الويب سيرفيس لازم نبدلوا التيب نتاعو انا بجي جيسون ولا مي هو نفس لي دوني جيست تبدل الفورمات نتاعها كم سي انت عندك فيديو ام بي 4 وفيديو دبل في ام بي الاثنين سيسون دي فيديو مي دي فورمات ديفيرون نفس لي دوني فيهم نفس الكلام تشوفوا في الام بي 4 تشوفوا في الدبل في ام بي جيست الفورمات تبدل دونك باش نبدلوا الاثنين الفورمات بيسكو الويب سيرفيس يفهم كان الفورمات جيسون دونك باش نبدل يعني كم سي لهنا في الويب سيرفيس يفهم كان الفورمات ام بي 4 ما يفهمش الفورمات دبل في ام بي دونك انا باش نبدل من فورمات دبل في ام بي باش نرجعو عندي كات باش نجم نطلعو للويب سيرفيس دونك لوبيراسيون هاذيك ما تسماش كونفيرسيون مي تسمى سيرياليزاسيون فوالا انا هذاك هنا فوالا سيريالايز سيرياليزي هنا باش نقولو راهو الفورمات اللي بعث فيها لك راهو ماهيش ام بي 4 ماهيش دبل في ام بي ماهيش لا فورمات ام بي 4 دونك في الابليكاسيون تاعي باش نقولو راهو ماهوش اوبجي دوت نت ليست ان اوبجي شي صان هذاك شنو نعمل هنا دونك ابليكاسيون سلاش جي صان كيف كيف هنا في الهيدر دونك باش نقولو ابليكاسيون سلاش جي صان دونك الكود حاضر لكم كونسيب باش يصنع لك ثريد اخرى يمشي يعمل ابديت للويب سيرفيس الانترفاس نتاعك تبقى ريسبونسيف سينو اذا كان عندك بوتون في الانترفاس ماهوش تنجمش تكليكي عليه واذا كان عندك شون تكس تنجمش تكتب عليه الانترفاس تولي فروزن توا ديليت كيفاش باش نجم نفسخ انه بالوايد دونك كيف اتش تي بي كليون دونك هي الميثود اللي ديما نستعملها تقول سكونكتي لي ويب سيرفيس سامبلومون اتش تي بي كليون بوان ديليت اس ان وحنا في ديليت في لي ويب سيرفيس ما قلنا شنو هو البارامتر اللي نستحقو الاي دي فوالا الاي دي دونك هنا جست باش نعدي الاي دي لومبلوي بوان اي دي في الاي دي توا دونك لومبلوي اللي نحط بدل لي بروبريتي نتاعو دونك اش تي بي كليون بيان سير دونك وفي لي في اي دي شنو باش نعمل انا دونك شنو لي بارامتر اللي نستحقهم باش نعطيه لاي دي باش نعبي له اللي حاسس باش موديفي فوالا دونك لاي دي ولا نقول له ايه باهي لاي دي دونك لاي دي نعديهم على لي اي دونك لو اي دي فوالا هذا نقول له ايه انا نحب نبدله بيان سير لهنا مرة أخرى بيسكو باش نعدي أن نقول رأيي من التليفون نتاعي الويب سيرفيس لازمني نعمل له فوالا كونفيرسيون سيرياليزاسيون من بعد في مرة أخرى عملنا سيرياليزاسيون فوالا دونك هنا في الكلاس هذيا دونك من بعد بداتا بايندينغ باش تربطها بالانترفاس فوالا
باهي دونك توا انا عندي الداتا سيرفيس باش كونكتي لي على الويب سيرفيس عندي هنا لي مودلز دونك توا عندي الكود اللي باش ينجم يعمل لي كونكسيون للويب سيرفيس باش يجيب ليست نتاع لي زومبلوي من ليست نتاع لي زومبلوي هذيك نحب نحكي فيها في التليفون توا كيفاش نجم نعملها دونك باش نفيش في التليفون دونك باش نصنع انترفاس هنا سميتها مين بيج الانترفاس المين بيج اللي الانترفاس في الويندوز فون دونك نصنعوهم بالكود اكزامل اكزامل دونك كود يشبه برشا للاكزامل دونك فوالا فيها دي باليز دي زاتريبي لي فالير نتاع لي زاتريبي بالضبط كونتكست في البايند دونك توا في بس كده يا اكزامبل ستاندر على الاخر دونك فما دي موديفيكاسيون لازم نعملهم قلنا كل يو ار ال اللي باش نجم كونكتي على الويب سيرفيس دونك لازم نحط له اليو ار ال الصحيح اليو ار ال اللي حطيته لهنا دونك ثاني يو ار ال ستاندر على الاخر مي غالب شنو اللي غالب فيه النيميرو الفور لازم نحط الفور بتاع الويب سيرفيس اللي نصنعته للتست سيرفيس تبع الماكينه بتاعي اللي هو فيش توب فوالا لهنا نقدم في كيستيون غير فوالا دونك نجم ناخذ النيميرو الفور من النيجاتيف من النيجاتيف علاش الحيطه اللي بعدها؟ على خاطر هنا في الكنترولرز عندي امبلويز مش امبلويز عادي. توا دونك باش نخدم دونك ولا عندي لي دي بروجي دونك البروجي الويب والبروجي اللي على ويندوز فون دونك توا باش نتستي ريالمون باش نكونكتي تليفون على الويب سيرفيس دونك حاجة أهم إتابة بروتون اللي لازم نعمل أنا نقدم لي دي بروجي أو ميم تون كي نقدم التليفون لازم الويب سيرفيس يكون يخدم إذا كان نقدم التليفون نحضر الويب سيرفيس مش باش يكون باش نقدمهم الاثنين دونك ندير هنا نختار كليك دروات سيت ستارت اب بروجيكتس سيت ستارت اب بروجيكت دونك دي يخرج لي ديالوج هنا باش يقول لي اختار اسكو تحط سينجل بروجيكت ستارت اب تخدم فرنسي بروجي واحد وانا نخدم بلوزيير بروجي دونك باش نختار انا بلوزيير بروجي باش نخدم لي ديز ابليكاسيون الويندوز الويندوز فون ويندوز فون والويب ابليكيشن دونك هنا ستار 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 كليك داي اوكي تاو دا كليك ستار ولا ابستان دونك باقي يصنع لي كل الباكيج فوالا لانسى البروجي على الويندوز فون لانسى ليميلاتور الانترفاس اسمه وحده سامي كيف؟ الانترفاس اسمه وحده الانترفاس عملتها هنا موجودة في التمبليت اللي الويندوز فون هاش تيبيك ليون حلوة كيف تنستليها التمبليت اللي على الفيزيال ستوديو يصنع يجيب لك البروجي اللي كنا نشوف فيه توا حدث Thank you.
دونك الانترفاس الاولى نتاع التليفون هي الانترفاس اللي سيبوزي فيها يجيب لي الليست نتاع لي زومبلوي الكل. فوالا هذه الانترفاس. من هنا الانترفاس سيرفر من فما حتى زومبلوي تمام. بس دونك شوف عندنا حتى دنيا بس دنيا بزاف سيرفر دونك توا نجوتي البريمير امبلوي. دونك هنا في الانترفاس اللي عندي بوكيس كون اجوتي نجيب لي الانترفاس هذيا في الشان الاول نكتب اسم الامبلوي في الشان الثاني نكتب الديبارتمون نسميه باغ اكزومبل علي يخدم في الديبارتمون ماركتينغ باغ اكزومبل. باش نسجلو توا على باز الدنيا لهنا نكليك بلوس باش يمشي إطار أخر على باز الدنيا. خليني نعاود راني بروجيه مرة أخرى. دونك توا باش نعاود نانسي البروجيه مرة أخرى باش تطلع لي الانترفاس الأولى باش نشوف اسكو زاد فيها الإمبلوي اللي أنا سميتو هذي ولا لا. تصنع له لي كولون دونك هو يبرميت لا جينيري اوتوماتيكمون. كي نشوفو انا هنا بس دوني مكتوب حتى ريكيت اس بي اس صحيح ولا لا. دونك هو في التمبليت بار ديفو يصنع فوالا جينيري على اساس الكودات اللي عملتها. إذا كان هناك تحب تبدل بالانترفاس الانترفاس بتاع التليفون. ثانك يو بنك مصر. إذا كان تحب تبدل بالانترفاس الانترفاس بتاع التليفون 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 الانترفاس ولا دين دو دين كولير هذا هو مكتب الجينيري ها شو بدك تكون حاجه دونك ايه دونك انا الليست اللي عندي دونك كولير اللي نفس فيها الليست هي كولير قادر دين دونك حط حط اكزامبل كريت بصيب بسم الله تو لهنا البوسكا على لوكال بس دوني جينيريها وحده الفيجي ستوديو هكا ولا ها وكتبت ديستون نصنعها مقبل من هو الناس بيصنعها جس تعطيه لكسي برا جس تعطيه لكسي فردي فو يصنعها في البريمي ديماراج يصنعها لا كيدا ما عنديش انا ما عنديش عندي فور اكزومبل ابرجمون ويب عاديه ابرجمون ويب عاديه حاجه دونك فوالا هنا بدلت الكولور اللي كانت حاضره موجودين نجم تعملوا في فيزيال ستوديو. انا لهنا بدلتها في الكود ديريكتومون مي هي نجم تبدلها لهنا في الدراج اند دروب. فانا هنا ما ظهرليش لي مي ستوديو نجم نعملها بالدراج اند دروب.
لي كوموند كوموند تاعك جست تزيد البال مارك وتعمل البايندينغ تاع الكلاس خلينا قبل تورينا الانترفاس وريك الانترفاس لا وريها بزوز الوان كيف شي بروغرامي على الانترفاس ما عرفها كيف خدمت عليه يخدم بالداتا بايندينغ على الانترفاس مع الكلاس الاخر والاسم الديبارتمون واحد منهم بالوايد حب عليه فور اكزامبل الاغاجي سكيل مش مين سكيل انا فيش باش نبدلها دونك كليك على عليه دونك فوالا جيت هنا نبدل الاغاجي سكيل يبدو جيت انا عمل سايف عملت جديده مش جديد مش جديد واحد اخر خلينا نعمل سايف موجود ديجا شتو بالعام بعد كي تامبليمونتي على اللوميا نتاعك معناها يبدا ديستونت على البي سي قالو جوست تعطيه لي بي نتاع البي سي نتاعك في الريزو هذا كيف تستعلي من الفيرفاس اللي كان مش تحضر الابليكاسيون اللي على التليفون ديبرويير على التليفون مش باش يحرق لوكال هوست اللي في على المدينه نتاعك. اي انا حاجتي ديستونت. اي حاجتي ديستونت. تبرجي الويب سيرفيس نتاعك في سيرفيس. فوالا دونك هنا ال بدلها ماجستير. الاولات ماجستير. وزاد نتيجه اخرى نتيجه عليه الامر. طبعا. زاد توا. دونك عندي هنا سيرفر اكسبلورر اللي كامل الدروس موجود في الفيو لهنا عندي حاجه اسمها سيرفر اكسبلورر سيرفر اكسبلورر ولا دونك سيرفر اكسبلورر دونك هذا اللي فينا هنا دونك الفينا هذه دونك فيها لهنا داتا كونكشنز في الحالة هذا مش ناقل هنا Web Application في Context في الحالة هذا مش ناقل هنا الليجسيال اللي يخدم بيهم هو مش يجنيري لي الباس متاعي أما فيها الليجسيال اسمه Tables دام مش ناقل فيها اللي تابل اللي عندي في الباس الدنيا اللي يخدم بيها دام اللي هي تابل ولا نقول وهي دام تاوى نحب نشوف الليدانية اللي موجودين في التابل أمرو أي ديريكت المهم ده غير ما نستعمل التليفون بتاعي دونك نعمل هنا كليك دلوقت Show Table Data دونك Show Table Data شنو مش تعطيني دونك ولا هنا التابل بتاع الباز الدنيا دونك هاي التابل دونك قلنا تروا كولون الاي دي والديبارتمون والفول نيم دونك هذه هي التابل نتاعنا ولا هذاك الجيزون ديتي يعني محمد
نجم نجي نبدل من التابل هذي ديريكتومون. دونك خلينا نجرب هنا فور اكزامبل باش نزيد انتيتي جديدة. نكتب الفول نيم مروان فور اكزامبل. الديبارتمون اللي يخدم فيها سيلز. نعم 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 أول حاجة مشينا صنعنا اللي هو السيرفيس، درنا أن بروجي أسبي دوت نت ويب أبي، ويب أبي هي دونك صنعنا بها الأنتيتي إمبلوي، الإمبلوي هو اللي باش يتسجل في الباز دوني سو فورم تاع تابل، كل أتريبي لهنا باش يتحط في كولون، دونك على يديك هنا عندنا الأتريبي أي دي دونك صنع له كولون أي دي. الاتريبي الفول نيم صنعلو كولون فول نيم كيف الامبلوي دونك بعد ما صنعت الباس دوني دونك نصنع الويب سيرفيس نتاعي باش يكومونيكيو مع الباس دوني دونك هما الويب سيرفيس اشاك فوا تجي مثلا من التليفون باش نقولو اعطيني الليست نتاع لي زومبلوي الريكيت هذيك باش توصل للويب سيرفيس الويب سيرفيس باش يمشي يقرا الباس دوني يجيب لي دوني لي زومبلوي كل مسجلين وباش يرجعهم للتليفون دونك الويب سيرفيس هما في الامبلوي كونترولر دونك هذوما لي ميثود اللي باش ينفوكيها في التليفون واللي ميثود هذوما دونك في وسطها باش يكسيدي الباز دوني يرجع الدوني ولا يعمل لي موديفيكاسيون تاع لا جو سيتيسيون موديفيكاسيون وال وريد دونك هذايا كونسترنون لي ويب سيرفيس كونسترنون التليفون الويندوز فون دونك كيف الويندوز فون لازمو يعرف الامبلوي بيسكو هو باش يولي يتعامل بيهم الامبلوي دونك باش يفيشيهم وباش يزيدهم دونك لازمو يعرف شنو هو الانتيتي امبلوي ريالمون دونك على هذاك دونك فما هنا الانتيتي امبلوي هي نفسها الامبلوي الموجودة على الويب سيرفيس والكلاس اللي باش تكون تعمل كوميونيكاسيون ما بين التليفون والويب سيرفيس واضح دونك هنا في الكوميونيكاسيون فما عندي حاجتين دونك فما الكوميونيكاسيون ما بين التليفون والويب سيرفيس فما الكوميونيكاسيون ما بين الويب سيرفيس والباز دو دوني واضح بالنسبه للباز دوني عملنا اي دي و نوم و برينوم و ديبارتمون وما قلناش باللي لا ديال تلي بريمير هو يعرفها علاش خاطر لقد له لقد له كليك ديما لقد له تو انكريمنت فوالا او هو قاعد يزيد فيهم اوتوماتيكمون فوالا دونك علاش هذه دونك فما بالتاك كونسيون في الفيزيال ستوديو دونك هنا اذا كان انا في كل انتيتي الاتريبي اللي اسمه اي دي بار ديفو هو اللي باش يحط له كليك بريمير هو باش يعمل له اوتو انكريمنت بار كونسيون في الفيزيال ستوديو نجم نبدلها بيان سير اذا كان نقول نحط الاي دي هو الاس تي اي فور اكزامبل دونك نجم تعملها بالليز انوتاسيون تقول برايمري كي برايمري كي فوالا وتو انكريمنت ايكال باهي دونك وهنا فوالا دونك لي ديز انترفاس اللي عندي المين بيج باش نفيش فيها ليست الكل نتاع لي زومبلوي والديتيلز بيج دونك هي الباج اللي فيها لي دي شون تكست اللي نجم نزيد فيهم والا نعمل موديفيكاسيون لي زومبلوي دونك هذا كرسو مودو الابليكاسيون تاعي بون كان عندي
Donc l'application TA est très aidée à l'émulateur. Donc, est-ce que nous allons tester à un device Windows Phone directement ou là? Alors, Karine, j'ai déjà rajouté. Donc, juste à travers le câble USB, donc, tu te rapproches pour t'installer le software R pour communiquer au téléphone avec le Visual Studio. Controller name, خطينا فيه ساعة. الكتير؟ الكلاس امبلوي والكنترولر نيم. خطينا فيه. الكلاس كيف قاعدين امبلوي. فوالا. دونك هو طار كونفونسيون كتير باش يسميه كنترولر امبلوي كنترولر. الناس سميها امبلوي انا خاطر ديجا عندي. اي. دونك هذي علاش انا عملت هكا دونك على خاطر ديجا لومبلوي دونك عنده دي زاتريبي كاهو الاسم هو الديبارتمون اذا كان توا لومبلوي عنده ان تروازيام اتريبي سي ان باغ اكزومبل دونك هنا نولي نزيد الشون اخر السي ان دونك باش نزيدو في الكود نتاع الابليكاسيون هنا الكود نتاع الباج ديتيلز باج دونك هنا انا عندي دي تكست بوكس دونك عندي دي تكست بوكس هنا باش نزيد نعمل انتروزيام تكست بوكس هنا دونك سوا نعمل كوبي كولي هذايا ونبدل هنا الامبلوي دونك باش نفيشي الديبارتمون وقتها من وجه نفيشي البوان سي ان هاي فوالا قبل ما تزيد في الابليكاسيون تاعك اول مره تزيدو سي ان اذا كان تزيدو بعد ما تكزيكيتي اول مره مش يخرج لك ايرور كيف فكرة؟ دونك التابل جينيري دونك فيها لي تروا كولون دونك اذا كان انت بعد تمشي تزيد كولون اخرى دونك هو ما يسيبورتيش الحاجه هذه. لا تسمع انا خاطر باش يزيد هذاك التابل نتاع السبرين نتاع الكونتكست باش يزيد يدخل ترازيام شوب لا ما يزيدوش اوتوماتيكمون ما يزيدش في الكاتريام كولون اوتوماتيكمون لازم تزيد تكتب كولون باش تزيد دونك سوليسيون سامبل على الاخر تزيد تحط لي زاتريبي الكل قبل اول مره ما تعمل ما تعمل اكزيكيتي قبل ما تعمل ران ابلكيشن كيف تبدا حبيت تزيد بعد كتير هنا تكتب هون يعرفها ولا لا تكتب بس البرش هي كلون الاخرى
يبدلها يبدلها في الباز دوني ولا لازم تبدلها قبل ما تعمل اي اوبيراسيون على الباز دوني سي ما حبيت تزيد سواء تمشي تبسط في الباز دوني هذيك وهو من بعد في الاكزيكسيون الثانيه شيفش يلوج على الباز دوني مش باش يلقاها باش يصنع باز اخرى باش يصنع الباز الاخرى تمام باش يحطها ديجا بلي زاتريبي يشتغل Okay, question on that.